عايز يالا، انا مش فاضي لك. عايز اريحك يا باشا عشان تعرف تفكر. اتكلم على طول هروح امك ولا اجيب الرجاله يرموك بره. لا وعلى ايه؟ ملوش لازمة يا باشا، ده انا كنت عايز مصلحتك، ده انا كنت هقريك مين اللي سرق المحل. بس سلام. استنى يالا، مين؟ اديني الامان يا باشا الاول عشان نعرف نتفاهم، واللي اتسرق منك يرجع لك. امان انطق. انا اللي سرقت المحل يا باشا. ايه؟ هي هنا برجلك يا ابن يا ابن الايه يا باشا؟ يا ابن الايه ده، انت مديني الامان. دول 90 مليون وكاميرا. 90 مليون جنيه وكاميرا يا باشا، عليه حاجات تخصك. انت بتقول ايه؟ شفت بقى يا باشا انك لازم تهدى، وانا اللي لا مؤاخذه هريحك. ماشي اسمعك، انا سرقت المحل يا باشا بس لحساب صفوت نصار. ايه؟ صفوت نصار؟ ايوه يا باشا، وهو اللي مقريني على الليله كلها، ومديني خريطه بالمداخل والمخارج، وكمان معرفني ازاي افصل الليزر. ليه؟ يا باشا عايز ينتقم منك، مش ناسيلك انك خطفت بنته. ده شريكي في المحل ب 30 مليون. ما عشان كده يا باشا عمرك ما كنت هتشك فيه. طب وانت جاي تقول لي ليه؟ خنته ليه؟ عشان هو خاني يا باشا، وعايز ياكل حقي، وهددني بزياد الخولي. زياد الخولي؟ ايوه يا باشا، اللي كان متفق معاك على 10 مليون علشان يرجع لك اللي اتسرق، كان بيثبتك لما مؤاخذه يا باشا، كان موالس مع صفوت نصار عليك وعارف كل حاجه، كانوا عايزين يخلصوا عليك يا باشا بعد ما تبقى على الحديده، تبقى مذلول بيهم. انت كذاب. انا مش كذاب يا باشا، انت لما مؤاخذه اتضحك عليك وانا هثبت لك. انا عندي الليله دي ميعاد مع صفوت نصار قبل 12 بالليل عشان اديله الكاميرا. انت الكاميرا معاك؟ اه يا باشا، خليتها بقى معايا علشان اضمن انهم ما يخلصوش عليا. انا هتصل بيه وهخليك تسمع بوديلك. مش ده رقم صفوت؟ هو الو صفوت باشا؟ ايوه باشا، انا معايا الكاميرا وجاهز. فين يا باشا؟ بتقول يا باشا؟ تمام، قبل الميعاد هتلاقيني عندك. سلام يا باشا. المرة دي بموتك يا صفوت يا نصار. تبقى انت كده يا باشا بقى عملت الصح. فلوسي التسعين مليون هيرجعوا لي ازاي؟ انا باشا اللي هرجعهم لك من زياد الخولي، بس بعد ما اسلمه لك بايدي. انت بقى هتستفيد ايه؟ يا باشا ما انت هتديني العشرة مليون اللي كنت هتديهم لزياد، زائد بقى انك هتخلصني منه ومن صفوت نصار، وكده يا باشا بقى يبقى انت رجعت لك فلوسك وانا خدت حقي. حقك؟ مش ادراك بقى ان انا ما خلصت عليك دلوقت. مش هتقدر يا باشا، عشان الكاميرا مع واحد حبيبي، لو حصل لي حاجه هيروح يسلمها للبوليس ويقول لهم على كل حاجه. باشا صدقني اسمع كلامي، فلوسك زي ما انا سرقتها انا برضو اللي هرجعها لك. انا بس عايزك يا باشا دلوقتي بقى تهدى عشان تعرف تفكر ازاي هتخلص على صفوت نصار الاول قبل ما هو يخلص عليك يا باشا. الو صفوت باشا؟ معلش يا باشا اتاخرت عليك. لا زياد الخولي بيراقبني وبيهددني، ورجاله عنتر ورايا في كل حته. اه يا باشا شكله اكتشف السرقه وعايز ياخد الكاميرا. اه يا صفوت بيه بيشتغل لحساب عنتر الباشا، بحاول اخلع من المراقبه واجيلك. طير يا حمام. كفايه كده. عارف لو قربت من بنتي تاني هعمل فيك ايه؟ انا مش هموتك. انت زباله.
مش بتربي انت ايه؟ انت يلا انا زمان مش بتربي يا صفوان باشا. الخاتم ده جبته منين؟ انت كنت مع ميشو وهو بيسرق محل عنتر الباشا ولا واخده هديه؟ واخده هديه هو اللي داولي. انت منين يلا؟ اسكندريه. انا في اسكندريه. انا هسيبك تمشي دلوقتي بس هتخرج من هنا على اسكندريه قسما عظما لو شفتك في القاهره تاني. انت عارف حامل فيك ايه؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف يا باشا. اوكي ارموا الزباله ده بره. طلعنا رخاص رخاص قوي يا ميشو. أول مرة حس إني ضعيف ومش عارف أدافع عن نفسي. كنت خايف بكتر الضرب لموت ومحدش يحس بيا. عارف يا ميشو أول مرة حس إني زبالة قوي. خلاص بقى يا ترك في إيه؟ روى يا أخي. وبعدين قلت لك حقك هيرجع لك وبزيادة ومنهم كلهم. هو بكرة مش بعيد. هلا وبعدين يا ترك انت اول مره يعني تنضرب. مش الضرب اللي وجعني يا ميشو، انت لو ضربت قد كده 100 مره ولا حوق. عارف ايه اللي وجعني وكسرتني بجد؟ كسرت النفس. كسرت النفس وحشه قوي يا ميشو. معلش يا ترك ده انت بتحبها قوي على كده. مش هحب حد غير. طب وقلت لها؟ اليوم اللي قلت لها فيه كان آخر يوم هشوفها فيه. ليه؟ مش هتشوفها تاني ليه؟ عايزني أقول لها يا ميشو، عايزني أقول لها إن أنا بشتغل حرامي. وإيه يعني؟ طب ما أبوها صفوت نصر نفسه حرامي. أيوه يا ميشو بس هي ما تعرفش. قول لها يا تركي، قول لها عشان الروس تتساوى. أنت عايزها تروح فيها؟ أنت ما تعرفهاش يا ميشو، زي الوردة المفتحة. تخاف عليها حتى من جسمة الهوى. يا سلام ده انت يا ترك بتحبها قوي ودايب فيها كمان. بس تقول ايه بقى لقلة البخت؟ يوم ما احب الطليانية تسيبني وتسافر، يوم ما احب المصرية يطلع ابوها صفوة نصار. ظهر ان انت كنت صح يا ابن الحاوي، ما قلت لي ان احنا موجودين بس في الدنيا دي عشان نتلطش. طب امسك يا ترك، امسك امسك اشرب كده وروق عشان ارسيك بقى على اللي هنعمله مع زياد الخول. يا اخي انت ما بتحسش، ما كفايه لعبه بقى يا ميشو. اتقل يا ترك، ده احنا في اخر ربع ساعه من الماتش ولازم نكسب، وإلا كل اللي عملناه هيروح على فشوش. المرة دي لو خسرنا مش هيصرخوا وشينا وبس، دول هي. لا على إيه؟ نكمل الماتش. شوف آخرتها معاك يا ميشو، واللي قبل ما قالوا ألا يسخطوك قالت. هو ده الكلام. اسمع بقى يا قرد. مساء الخير يا ساعة الباشا. مساء الخير يا حمدي. حاولت مع الباشا من امبارح اوصل لعنتر الباشا بس للاسف ما عرفتش. يبقى نحن لازم نخلص منهم بدري. حدد ميعاد مع زياد الخولي كمان ساعه في الفيلا القديمه. تحت امر سعادتك يا باشا. حاضر. دادي. دادي كنت عايز اتكلم مع حضرتك شويه ممكن؟ وانا برضو يا روح بابي عايز اتكلم معاكي بس ممكن لما ارجع. اوكي دادي. حمدي تحت امر سعادتك. هغير هدومي واجي لك. اتفضل يا باشا اتفضل.
اطلبوا الاسعاف بسرعه بسرعه، اطلبوا الاسعاف. كله تمام؟ طب اداروا انتوا شويه. باي صفوت يا نصار. حبيبك صفوت نصار سبقنا على جهنم. والخاين اللي زي ميشو الحاوي لازم يحصله يا باشا، بس بعد ما يرجع اللي سرقه. انت صح يا زياد، خاين لازم يحصله. في ايه يا عنتر باشا؟ اي خدمة تانية يا باشا؟ لا انت كده تمام. وانا زي ما وعدتك يا باشا، الفلوس كلها على داير المليم هتبقى عندك زي ما اتفقنا. يلا صاحبي. يلا خد. سير يا حمام. يا ولاد الكلب، انتوا بتلعبوا بيا؟ انت هتسيبه يمشي يا باشا؟ المصلحة يا زياد باشا ولا ايه؟ بقول لك يا ترك، لما اتأخرت عليا قلت الليلة كلها باظت. عيب عليك يا صاحبي، تعرف عني كده برضه، ده انت البومبو. انت بدأت بوليس؟ طبعا، وانا داخل على المزرعة يعني زمان ودلوقتي في الطريق. يلا بقى عشان نخلص منهم كلهم. حبيبي انتر باشا اللي هتلعب بيا، العيال دي هي اللي سرقت. ما انا عارف. بالأمارة انت اللي رتبت السرقة، انت وسيدك صفوت نصار. يا باشا انا خدامك، وفلوسك كلها هترجع لك على داير المليم، بس سيبني احصل العيال دي. اسيبك ازاي؟ ده انت ضيفي. يعني لازم اكرمك واعمل الواجب معاك، الشاهد على روحك. قبض عليه زياد الخول يا باشا من امن الدوله، وكنت بدافع عن نفسي ومتصاب.